أعزائي المشاهدين، مساء الخير. المرأة هي نصف المجتمع التي تربي النصف الآخر، هي الأم والأخت والزوجة والابنة التي تتضاعف مسؤولياتها في ظل الظروف الحياتية والمعيشية الضاغطة. في فلسطين ولبنان تزيد المسؤوليات أعباء بفعل الاحتلال الإسرائيلي، فالمرأة شريكة مسيرة نضالية طويلة، هي والدة أو زوجة أو أخت أو ابنة الشهيد أو الجريح أو الأسير والمبعد، وربما كل ذلك إن لم تكن هي الشهيدة أو الجريحة أو الأسيرة والمبعدة. لكن على الرغم من كل ذلك لا يزيدها إلا إصرارا على مواصلة النضال وتكوين أسرة وتربيتها محصنة بمبادئ التمسك بالحق وتحرير الأرض من المحتل وتقديم الأرواح قرابين فداء للأوطان. نتناول في حلقة برنامج من بيروت لهذا الأسبوع دور المرأة الفلسطينية واللبنانية، نضال وهموم مشتركة. ويسرنا أن نستضيف في استديوهات تلفزيون فلسطين من بيروت الدكتورة سلوى الخليل أمين، رئيسة ديوان أهل القلم. مساء الخير. مساء الخير. والرئيسة القاضية أرلات جراساتي، رئيسة اللجنة القانونية لدى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. مساء الخير رئيسة. والأخت أمال الشهابي، عضو إقليم لبنان لحركة فتح. مساء الخير. دكتورة سلوى، نضلت من أجل القضية الفلسطينية وما زلت تناضلين على مر كل هذه السنوات، وهو نضال يشارك فيه اللبناني كما الفلسطيني. كيف تعملون على توسيع الدعم للقضية الفلسطينية من خلال شرح حق الفلسطيني بالعودة إلى وطنه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس؟ أنا اللي بدي أقوله أنه نحن ربينا بالجنوب اللبناني، وفلسطين هي الهواء الذي نتنفسه دائما، ففلسطين ما زالت في البال قائمة وثابتة في وجداننا وفي ضميرنا وفي أخلاقياتنا وفي تربيتنا أيضا. لهذا كبرنا وفلسطين ما زالت في البال وفي الخاطر. لهذا نحن لا ننسى فلسطين أبدا، لا بشعرنا ولا بكتاباتنا ولا بسلوكياتنا ولا بأي مقام من المقامات اللي منكون فيها. ففلسطين هي القضية، هذه الدولة التي هجر أهلها منذ زمن طويل وما زالوا يعانون من التهجير عن بلدهم الأم، رغم كل ما يجري على الأرض الفلسطينية من هذا العدو المغتصب، إلا أن القضية الفلسطينية لم تمت ولن تموت، ما زال هناك طفل فلسطيني يولد من جديد وعلى لسانه فلسطين وطني وفلسطين دولتي. نحن في الجنوب اللبناني عشنا القضية الفلسطينية لأن فلسطين كما كان يقول الكبار في بلدتي، وأنا من أنا وصغيري عشت هذه الحالة، كانوا يقولوا عن فلسطين جرة الذهب، الدولة القائمة بكل نظامها بكل إدارتها بكل، يعني ما حدا يتصور أنه فلسطين ما كانت دولة، لا كانت دولة. فكان ابن الجنوب يشتغل بفلسطين وكان معهم هويات فلسطينية الكبار بالعمر عنا بالجنوب. هلأ صارت الاحتلال الإسرائيلي والأزمة، بطبيعة الحال إجوا الفلسطينيين لعنا على الجنوب، إجوا مثلا على بلدتي شوية. كان عنا جارة اسمها أم صلاح، ما زلت تذكرها، شفت مرة المفتاح هيك المفاتيح الكبيرة اللي كانت للبيوت معلق بالسترة، وأنا صغيرة مقعدتني عركابة، قلت لها خالتي أم صلاة ليش معلق المفتاح؟ قالت لي هذا مفتاح بيت اللي هناك. ما فهمت أنا وقتها، عمري يمكن شي 4 سنين، ولكن بقي هالسؤال بخاطري وبقي الجواب براسي، ما نسيته أبدا. تكبرت وبلشنا نتظاهر بالمدرسة من شان القضية الفلسطينية والقضية الجزائرية، وكان الجنوب بأوجه بالقومية العربية وبالقضايا الوطنية. فمن هون فلسطين ما زلنا نحن على خط النضال مع فلسطين حتى يعود آخر شبل فلسطيني إلى أرض فلسطين.
فهذه هي قضية فلسطين في مسيرتي أنا. ما نسيت أبدا للقضية، لأنه لا يمكن أن أنسى فلسطين، وأنا ربيت مع فلسطين وربيت مع القضية. لما إجت منظمة التحرير الفلسطينية وبلشت مقاومة فتح وبلشوا القيادات الفلسطينية موجودين بالجنوب، كان بيتنا مفتوح نحن للقيادات الفلسطينية، الأخ بلال والأخ صقر وغيره وغيره وغيره، شو بدي سمي لسمي. فهولي كانوا، كنا معهم نحن جزء لا يتجزأ من عملية النضال اللي هن عم بيقوموا. دكتورة سلوى، ما زلتوا تناضلون من أجل القضية الفلسطينية؟ أكيد. المرأة الفلسطينية تعاني من ظلم الاحتلال الإسرائيلي، ولها مهمة مزدوجة، الزوج أسير أو شهيد، لديها مهام أخرى مضاعفة عن باقي النساء ربما في العالم. كيف تعملين من خلال نشاطاتك في لبنان وفي المشاركات العربية والدولية على إبراز قضية الفلسطينية ودور المرأة الفلسطينية وضرورة إقرار الحقوق الوطنية الفلسطينية وتنفيذ القرارات الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي؟ بطبيعة الحال نحن عم نناضل من أجل فلسطين، لأنه فلسطين منا هي قضية الفلسطينية لوحدهم، بل هي قضية العرب أجمعين. يعني كل عربي بيعتبر حاله أنه هو معني بالقضية الفلسطينية، والشعوب العربية، يعني أنا بزور كتير دول عربية وبعرف قديش النبض العربي والشعب العربي تجاه قضية فلسطين. يعني أنا بدي أذكر حادثة صارت معي وأنا بالبحرين بملتقى الأديبات العربيات، وكان قضية حرب الألفين جديدة والشريط الحدودي بالجنوب، وكلنا بنعرف الجنوب اللبنان. كلنا بنعرف هاي القضية شوية، ما هي إسرائيل اللي موجودة صحيح. يعني فسألوني أنت من وين؟ قلت لهم أنا من الجنوب، قالوا لي يعني من بلد المقاومة، قلت لهم بطبيعة الحال. فبلشوا مثل يعني يتباركوا فيي أني أنا من أرض عم بتقاوم إسرائيل. فمن هون أنا بقول ما نظلم كمان هالشعوب العربية اللي هي كلها نبضة مع القضية الفلسطينية. هلأ بالمحافل الدولية نحن كتير منروح على مؤتمرات خارج لبنان، مش بس على الدول العربية. أول سؤال بنسأله، هل إسرائيل مشاركة؟ إذا مشاركة إسرائيل ما حدا مننا بيروح أبدا، لأنه ما بتعرف هن كيف بيتصرفوا. أولا هن ما بيعلنوا عن هويتهم أنهم إسرائيليين، وتاني شيء ببلشوا هن يحتكوا بالعرب الموجودين وياخدوا صور معهم حتى يعملوا لنا مشاكل، لأنه نحن ما بيشرفنا نوقف مع أي إسرائيلي على منبر مهما كان هذا المنبر علوه أو مكانته. يعني دكتورة سلوى، في العودة إلى السؤال، كيف تعملون على إبراز نضال المرأة الفلسطينية في كل هذه المشاركات؟ صحيح. هلا نحن أنا اللي بقوله إنه المقاومة لها أشكال، مش بس المقاومة بالبندقية، المقاومة بالقلم أيضا. نحن دورنا كأديبات وكاتبات يقوم على هذا القلم. هذا القلم نحن لما القصيدة بتنبض فينا ومنقولها على المنابر، والقصيدة بتكون عم تتوجه لفلسطين وللمرأة الفلسطينية وللشبل الفلسطيني، فنحن حاملين قضية بطبيعة الحال. يعني نحن عم نناضل. السيد حسن نصر الله بعد حرب 2006 قال نشكر كل من وقف معنا وناضل معنا حتى بقلمه، حتى وهو يستقبل المهجرين من أرض الجنوب. فالمقاومة إلى أشكال عديدة، وبطبيعة الحال نحن دايما مع المرأة الفلسطينية، نحن مع المرأة بشكل عام. فكيف إذا كانت المرأة الفلسطينية، هذه المرأة اللي عم بتربي أولادها على حب فلسطين، هذه المرأة اللي ما نسيت رغم وجودها بسوريا وبلبنان وبالعراق وبأي دولة تانية، ما نسيت لهجتها الفلسطينية علمتها لأولادها، ما نسيت تعلقها بأرضها وببيتها وبترابها وبكل ذرة يعني بتربطها بهذه الأرض المباركة. وطلع الولد حامل كل هذا الشعور الوطني لفلسطين. فهذه المرأة المناضلة بهذا الشكل، يعني هذه لها قيمة ولها أهمية، أنه نحن دايما بكل المؤتمرات اللي منكون فيها أو بكل الندوات أنه نشرك هذه المرأة ونحترم هذه المرأة. دكتورة سلوى،
في الآونة الأخيرة أقمتم في ديوان أهل القلم ملتقى المبدعات العربيات للعام 2019 في بيروت. ما هي الأول، ما هي الرسالة التي أردتم من خلالها توجيهها إلى وإلى من؟ وماذا كانت المشاركة الفلسطينية؟ أستاذ هيثم، مثل ما قلت أنت بالمقدمة هلأ إنه المرأة هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي الأساس، يعني هي اللي عم تساعد الرجل في بناء أسرة، والأسرة بطبيعة الحال الوطن هو عائلة كبيرة، فهالأسرة هيدي هي جزء من بناء هذا الوطن على أسس سليمة ووطنية، وكمان فيها إبداع، لأنه اليوم نحن عم ننظر للمرأة المبدعة التي تستطيع أن توصل رسالة من خلال وقوفها إلى جانب الرجل، ومن خلال تربيتها لأطفالها، ومن خلال خوضها لكل الوظائف والمواقع العامة، لأنه اليوم ما بقى فينا نتصور المرأة محصورة ضمن جدران أربعة بس وظيفتها أنه تجيب أولاد، وبعدين بنفس الوقت تعمل أكل بمطبخها وتقعد ترعى هذا البيت بهذا الشكل. لا، نحن منكون عطلنا نصف المجتمع، لأنه ربنا قال إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. مش معنى ذلك إنه المرأة نحن نحجمها ونقعدها بالبيت. فهذه النظرة اللي كانت سائدة بمجتمعاتنا العربية، وهو حصر المرأة ضمن جدران أربعة في الوقت اللي صار فيه انفتاح كوني. اليوم نحن نعيش القرية الكونية الكبيرة، العالم المنفتح كله على بعضه، ما بقى المرأة تقبل أن تكون عنصر غير فاعل بالمجتمع، بدليل أنه نحن عم نشوف المرأة الفلسطينية المناضلة واقفة بالشارع هي والرجل جنبا إلى جانب عم بكافحوا وعم بناضلوا من أجل طرد العدو الإسرائيلي من أرضهم ومن بلدهم. مش ما تركت المهمة على الرجل حتى بالمقاومة، أبدا ما تركتها. فهذا الدور الذي بدأت تأخذه المرأة في مجتمعاتنا العربية، فنحن كجمعيات أهلية عم نشتغل، فنعتبر أنه هيدا إبداع، لأنه الإبداع له أشكال عديدة وأشكال مختلفة. ومن واجباتنا نحن حاملين هذه الرسالة، وهي يعني أنه تطلع للطاقات المبدعة، وبلشنا بديوان أهل القلم بهذه الطريقة. فقلت أنا المرأة بلشت يعني عالميا ينظروا للمرأة العربية، أنه المرأة العربية بدأت عم تاخذ دورة، فقلنا خلينا نحن نبلش كمان أنه نطلع على المرأة العربية التي هي مبدعة. وبالفعل يعني لقينا الوزيرات، لقينا النائبات، لقينا الشاعرة، وبنفس الوقت نائبة بالبرلمان مثلا بسلطنة مسقط، بالدولة الفلسطينية مهندسة وبنفس الوقت وزيرة اتصالات، بمصر كمان لقيناها وزيرة إسكان وأسرة. يعني وجدنا المرأة واصلة. طيب بس ما كل الناس تعرف انه المرأة عم توصل لهذه المواقع. نحن بلبنان عم نشوف حالنا بأربع وزيرات، بينما بالعالم العربي سبقونا بكتير، بتونس سبقتنا، مصر سبقتنا، سوريا، العراق. بس بداية جيدة أن تكون أربع وزيرات في الحكومة المرة الأولى. أنا بدي ردد اللي قاله فخامة الرئيس لما زرنا خلال زيارتكم، قال نحن نتأمل ونعمل كي تكون هناك مناصفة في مجلس الوزراء ومناصفة في المجلس النيابي، وهيدا يعني إيمان كبير بقدرة المرأة اللبنانية على الوصول وعلى إثبات ذاتها. رئيسي، أول شيء مبروك الأستاذ فادي وزير للبيئة بالحكومة إلى العمل. أنا بشكرك. رئيسي، من خلال خبرتك بالقضاء 42 عام في القضاء، الآن أنت تترأسين اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي ترأسها كريمة فخامة رئيس الجمهورية السيدة كلودين روكوز. ما هي الأولويات التي تضعونها في الهيئة؟ وهناك الكثير مما سمعناه أن القوانين اللبنانية منذ العام 1925 المستندة إلى الأنظمة الفرنسية بحاجة إلى تطوير، وهناك المرأة تشعر بالغبن تجاه هذا الموضوع. كيف تعملون على تطوير القوانين لتتلائم مع متطلبات المرحلة؟
رح أكون صريحة معك كتير. فضل. وضع المرأة اللبنانية من سنة 1953 لليوم تطور كتير بشكل مش معقول. يعني أخذت حق التصويت وأنه هي تترشح لانتخابات، حق أنه تفتح متجر من دون إذن جوزها، تحصل على جواز سفر وتسافر من دون إذن جوزها. يعني صار في كتير كتير، يعني شو بدي أسمي لك لأسمي لك، عندي ليحة ما بتخلص قدي تغير وضع المرأة. صار فيها تعمل ضمان حياة، هي من سنة 1995 مش اليوم. اليوم سنة 2011 لغينا اللي كانوا يسموه جرائم الشرف، مادة 562 من قانون العقوبات. لغينا سنة 2018 لغينا، يعني مجلس النواب بضغط منا لغى المادة 522 اللي كانت تعفي من العقوبة المغتصب اللي بيتجوز الضحية. نحن اليوم عم نشتغل لنلغي كمان 3-4 مواد من ذات الفصل هل بطريقة أو أخرى اللي بتتعلق بالتعنيف وجرائم الشرف، مش بالتعنيف، بالاغتصاب والعلاقة الجنسية. نحن نرفض أنه هل يتعدى على فتاة قاصرة يتجوزها بحيث هي أكبر إجرام، عم يعني مشينا هي نكون عم نقتلها حياتها. نحن عم نشتغل اليوم على كتير كتير قوانين. أول واحد اللي أكتر شيء بحز بقلبي منع زواج القاصرات، حيث يوم المرأة مثل الرجال خلقها ربنا متساوية معه، إلى حق طفولة بمراهقة بتعليم، بأن يكون عندها مهنة، بأنه هي تنمي شخصيتها، تنقي شريك حياتها أو ما تنقي ما تتجوز، إلى حق تحقق ذاتها. ما أنا ضد يعني إجرام واتجار بالبشر زواج القاصرات. قد ما عم نشوف مصايب وتعتير وبيشردوا هالشي نحن مش شايفين فيه. هيدا صار لي انا سنه ونص بالهيئه الوطنيه عم انزل على مجلس النواب لسند هالمشروع، ومتامله انه نوصل لحل. اليوم في القانون العنف الاسري سوت مجلس وزراء جمعه الماضي على انه نعدله شوي صغيره لنشدد العقوبه لتصير كمية ناقصة على اللي بعنف مرته او بنته ذات الشيء. هالشي وصلنا له. هلا نحن عم نشتغل على عده قوانين، عم نشتغل غير زواج كارتيرات، في قانون جنسي رح تتفاجأ لحتى المراه اللبنانيه. بنحكي عن موضوع الجنسيه في فصل اخر. أوكي. هلا عندنا شيء 18 مشروع قانون اهمهم التحرش الجنسي، هيدا عم نشتغل عليه اليوم خصوصا بمجال العمل لحتى نحمي المراه اللي بتشتغل، نشجعها تدخل سوق العمل. بقى بدنا نعدل قانون عقوبات وقانون عمل. نعم نشتغل على دوام جزئي، دوام مرن للمراه وساعه للرضاعه للمراه اجيره. اوكي، عم نشتغل على قوانين بتتعلق بضمان اجتماعي بقانون معلمات. يعني عندنا 18 قانون عم نشتغل على المدى الطويل. رح تتفاجئ قانون مدني للاحوال الشخصيه بلبنان. انت بتعرف انه الدستور اللبناني نص على المساواة بين المرأة والرجل بالحقوق الموجبات من دون أي تمييز. ونحن هاللي من هاللي وضعوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع الله يرحمه الدكتور شارل ميليك، وهالإعلان العالمي منصوص عنه بالدستور اللبناني وجزء من المنظومة القانونية للبنان، بيعلى على قوانين على كل شيء عظيم. نحن وقعنا الاتفاقية الدولية منهم السيداو، يعني اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة. نحن وقعنا اتفاق دولي لحقوق الطفل، وقعنا اهم اتفاقيه دوليه. استثناء الوحيد حطيناه بالسيداو الاحوال الشخصيه والجنسيه، اكيد الجنسيه عم نشتغل عليها مثل ما قلت لك. هلا الاحوال الشخصيه انا بعتقد انه قضيه الايمان هو علاقه بين شخص وربه، ما لازم تنعكس على حياتك اليوم. هل يعني اتركه لايسر الا لايسر ولله ما هو لله. ليس انطلاقا من تحديث القوانين في لبنان، نعم. هناك قوانين موضوعة في الأمم المتحدة، هناك جنيف، هناك العديد من القوانين، وهناك العديد من القرارات التي تصدر. نحن أكيد مع تطبيق القرارات في لبنان وفي العالم، ولكن الأمم المتحدة تصدر العديد من القرارات التي تدين الاحتلال الإسرائيلي أكيد بجرائمه ضد الإنسان الفلسطيني وخاصة المرأة والطفل. برأيك كيف يمكن العمل على الضغط من أجل تنفيذ هذه القرارات الدولية؟ نحن فخامة الرئيس أعلن بكل المنابر الدولية وبجرأة فظيعة عن حق الفلسطينيين يكون عندهم وطن، حقهم بالعودة. كلنا
كل الشعب اللبناني. والسيد الرئيس محمود عباس وجه له التحية على مواقف فخامة رئيس العمال. احنا كلنا انا كقاضي انا مقتنعة انه اكبر ظلم اكبر عار اكبر جريمة اكبر عار وجريمة على جبهة كل شخص بالعالم هو القضية الفلسطينية. ما بجوز انه ناس عندهم بلد عندهم وطن عندهم بيت يجي نقول لهم برا يجي حدا يقعد محلهم، كيف يعني؟ الشيء ما بيجوز. واحتلال ما بيجوز يحتلهم. صح. ما بيجوز ما بيجوز. نحن كلنا كلنا مع يكون في دولة فلسطينية مع حق العودة كلنا. هلا كيف فينا نعمل؟ بلبنان صدر سنة 2010 قانونين رقم 127 128 صوت عليه مشدوية بالأخير قبل ما يصير في الانتخابات. عمل صندوق ضمان اجتماعي للفلسطينية بلبنان للأجير الفلسطيني أو الأجيرة بس بتمويل خاص مش بتمويل من الدولة اللبنانية، وعطيهم سهل لهم إجازة العمل من دون ما يدفعوا أي رسم، يعني سهل عليهم بقدر الإمكان. هلا نحن عم نشتغل بلبنان بحقوق المرأة اللبنانية أكيد بصورة رئيسية، بس أكيد نشتغل على حقوق كل مرأة موجودة بلبنان. ولكن رئيس طالما تطرقت إلى موضوع الضمان الاجتماعي وحقوق العامل الفلسطيني الانتساب إلى هذا الضمان بصندوق خاص، لكن الكثير من المؤسسات لا تقوم بتسجيل العمال الفلسطينيين في الضمان أو تلزمه بالعمل دون أن يكون إبلاغ إلى الضمان أو ترفض توظيفه لأنها تدفع عنه بالمقابل لا يتقاضى بدل هذه الخدمات الطبية والاستشفائية وربما تعويض نهاية الخدمة. حتى ريحك حس أنا اختصاصية بعدها يعني. صحيح. وأنت أستاذي في الجامعة اليسوعية كلية الحقوق. اشتغلت 24 سنة كقاضي بقضايا العمل، يعني مس عمل تحكيمي لجنة خلافات العمل الجماعية محكمة تمييز غرفة العمل، يعني هي حقيقتي. أوكي فيني أقول لك أنه من خبرتي بالحياة في قسم كبير من العمال اللبنانية مش مصرح عنه للضمان الاجتماعي ضد القانون، ووزارة العمل ما عندك فيه مفتشين لا تروح تكبس كل المؤسسات بلبنان وتطبق القانون. نحن عندنا مشكلة كبيرة بلبنان بتطبيق القانون مش بس بقضايا العمل بعدة مجالات انت بتعرف، يعني صاحب العمل بلبنان او ما بيصرح عن الأجير او بيقول له شو بدك فيها انا بعطيه كل سنة شهر تعويض بدل تعويض او بيصرح بأجر كاذب لهالسبب. وقت اجى الوزير شرب النحاس اللي بحترمه كثير بعزه كثير جرب يعمل عقد عمل نموذجي لليد العامله اللبنانيه يكون مكتوب حس نحن بقانون العام بقوله باول ماده او باول ماده انه بكون عقد عمل شفهي او خطي اكبر كارثه حس اكبر مشكله كعنا بياها بالمحاكم نعمل شو مقدار الاجر الحقيقي يعمل بقى زي اللبناني وان يكون موثق باوراق رسميه انه يصير الدفع بالمصرف بحساب مصرفي بس حساشي بينعكس على تعويض نهايه خدمتهم ايه اما لا بقى هو القانون اللبناني بالنسبه لكل الاجانب كل الاجانب لازم صاحب العمل يصرع عنهم لفرعين هن تعويضات عائليه والمرض القومي دون ان يستفيدوا من هالفرعين الا اذا في تعامل بالمثل مع دولة. لكن هناك اعتراف هناك اعتراف هالشيء طبع على الكل مش بس فلسطيني ولبنان لبنان اعترف بالدوله الفلسطينيه في منتصف اب اغسطس 2011 وصار هناك سفاره تعاطي مستوى سفاره لماذا لم يتم تطوير القوانين اللبنانيه للتعاطي مع الملف الفلسطيني على التعاطي بين دوله واخرى ما بعرف هاي مجلس وزراء بده يقررها او مجلس نواب بس كل شيء فيني اقول لك انه اليوم لحتى ريحك شوي لبنانيين مظلومين من عدم تطبيق ضمان اجتماعي. ضمان اجتماعي بقى صدر القانون صدر سنة 1965 لحديث اليوم صار بعد ما تطبق ولا فرع الشيخوخة ضمان شيخوخة ولا فرع الأمومة تعويض الأمومة ولا فرع طوارئ العمل وهالشي ظلم جنون ما فيك تصور قد ايه ظلم تلاقي بالأجير أو الأجيرة اللبنانية هاي الشيء بفعل شو؟ مرسوم طلع قال منوقفهم إلى أجل غير مسمى وقت نقدر منشوف ليه ما منقدر؟ نحن منقدر إيه أما لا بس نحن في ظلم لحقنا على أمل رفع هذا الظلم ننتقل للأخت أمال الشابي عضو إقليم حركة فتح في لبنان ومسؤولة العمل الاجتماعي. أخت أمل المسؤولية مضاعفة
في المخيمات الفلسطينية والوسود الفلسطيني، كيف تعملون على توضيح حقيقة النضال الفلسطيني خلال التعامل داخل الزيارات للوفود الدولية وأيضا مع الجمعيات والهيئات والأطراف المدنية؟ بداية يعطيكم العافية، كل سنة وأنتم بخير بمناسبة هذا الشهر الكريم. شكرا. شهر العطاء والمحبة، شهر المرأة والمعلم كما ذكرت، شهر دلال المغربي اللي هي أول فدائية فلسطينية قامت بعملية بطولية هي ورفاقها على أرض فلسطين. على أرض فلسطين طبعا. خلينا شوي نتوجه للمرأة الفلسطينية، بما أنك بلشت بالمرأة، يعني المرأة هي نصف المجتمع، هي كل المجتمع، لأنه صحيح. إذا سلمت الأسرة من خلال هالمرأة سلم الرجل وسلم الأطفال كلياتهم. فأكيد المرأة حملت هم كتير كبير، هم الهم الوطني، هم اللجوء خاصة هون بلبنان يعني وبدول الشتات، وحملت هم الموروثات الاجتماعية اللي حملتها مثل باقي الدول العربية يعني. فمن هون المسؤولية والعبء أكبر عليها. دائما بنقول إحنا المرأة الفلسطينية وموصوفة بجلادتها وبصبرها بعطائها، فمن هون دائما هي بتحمل هذا الهم، بتحمل كيف بدها توصل القضية الفلسطينية، كيف بدها توصل لأبناء عم ترضعهم أساسا حليب فلسطين وحبهم لفلسطين من بداية ما بيكون ببطنها، وهي عم تقول له إحنا رح نرجع، إحنا رح نرجع، ودائما الأمل موجود، الأمل موجود إنه إحنا رح نرجع وإنه هاي أرضنا ومتمسكين بقضيتنا. فأكيد في عنا العديد من البرامج، العديد من المشاريع اللي عم تنشغل بداخل المخيمات اللي هي من أجل تعزيز الروح الوطنية، من أجل تعزيز حب الوطن، إن كان من العديد من المؤسسات اللي موجودة بداخل المخيمات، منها طبعا رياض الأطفال، وعندنا دروس التقوية، عندنا العديد من عندنا مراكز الشيخوخة اللي هو المسنين، اللي هم هدول دائما عم بيكون في تواصل وفي دمج ما بينهم وبين الأطفال والشريحة الأخرى اللي عم بيوصل المفتاح من جيل إلى جيل. ودائما بيوم النكبة إحنا بهذا النهار دائما إحياء النكبة وذكرى، والذكرى بتكون عندنا كتير يعني حفاوي أو بالأحرى دائما تعني لنا كتير شيء، لأنه من جيل إلى جيل إحنا هذا المفتاح. إحنا صحيح يعني المسنين إسا يمكن رح نفتقد العدد، افتقدنا الكتار منهم اللي كانوا مواليد فلسطين، ولكن في عنا بعد أقلية من اللي ولدوا بفلسطين وعاشوا بفلسطين، وهن بعدين ذاكرين كل يعني كل ذكرياتهم. فدائما احنا بنركز عليهم من يعني اجل توثيق الذاكره الفلسطينيه، من اجل الحفاظ على الهويه الفلسطينيه، من اجل الحفاظ على الموروثات، من اجل الحفاظ على احياء كل التراث الفلسطيني. واثبتت المراه الفلسطينيه انه فعلا بكل المخيمات حافظت على الهويه وعلى النسيج الوطني الفلسطيني بداخل كل المخيمات، من خلال حبها للوطن، من خلال عطائها، من خلال تضحيتها وصبرها بظل كل هاي الظروف اللي احنا عم بنعيشها. طبعا لا شك احنا بالمخيمات بنعرف يعني الواقع، وهذا واقع طبعا مش بعيد عن الواقع اللبناني، يعني بالنهايه كلنا عم بنعاني ان كان كلبنان بشكل عام وان كان بمخيماتنا الفلسطينيه، لانه ظل الظروف العربيه اللي صارت مؤخرا وظل الواقع العربي الاليم اللي حصل اكيد عكس على لبنان وعكس علينا احنا وتاثرنا بداخل المخيمات. عندنا يعني البعض يمكن كان يقول بؤر امنيه بعض المخيمات، ولكن احنا بالعكس يعني مع الأسف في بعض الأشخاص اللي هني يمكن أعطوا هاي الصورة السلبية، ولكن بداخل مخيماتنا بالعكس هي مخيمات وطنية، هي مخيمات يعني عم تنظر إلى القضية الفلسطينية، ويعني تنتظر بفارغ الصبر العودة إلى فلسطين. يعني حتى شبابنا اللي عم بيهاجروا عم بيطلعوا، مجرد أن يحمل الجنسية الفلسطينية عفوا الجنسية الأوروبية أو الأجنبية فورا بيفكر ينزل على فلسطين. فمن هون احنا لازلنا متمسكين، واحنا بنشكر الدولة اللبنانية استضافتنا واطول احتلال، يعني الشيء العار اللي الواحد بيحكي فيه انه اطول احتلال بالعالم هو احتلال اسرائيلي. في خلال من خلال التواصل مع المؤسسات والجمعيات اللبنانية، هناك معاناة حقيقية من عدم اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان، كيف تعملون على
تبيان هذا الظلم أو وهذا الإجحاف بحق الفلسطينيين لتعديل القوانين اللبنانية؟ طبعا احنا في تنسيق ما بيننا وبين اكيد بالبدايه يعني في تنسيق سياسي وامني من قبل القياديين والسياسيين مع الدوله اللبنانيه ومع الاحزاب ومع المؤسسات. طبعا كل المؤسسات اللي بتعمل بالحقوق وخاصه في حقوق المراه، يمكن انا كوني انا مشتغل بهذا المجال، دائما في تنسيق ما بيننا، دائما بنرفع الصوت، بنشارك بحملات حتى نرفع الصوت اكثر واكثر من اجل اقرار هاي الحقوق، حقوق المرأة، حقوق العمل، حق التملك، يعني العديد من الحقوق المدنية اللي احنا محرومينها بلبنان. دائما بنطالب، بنرفع الصوت انه فعلا بنتمنى من الحكومة الجديدة اول شيء التوفيق، وبنفس الوقت كمان هني يوضعوا هاي الحقوق على اجنداتهم. يعني بنتمنى احنا يعني وعندنا امل رئيس بوجود مع الوزير الاستاذ فادي بالوزاره، ممكن توصل اذا ممكن نقل هذه الرساله. رح بجاوبك على النقطه، رح بجاوبك عليها. نحن عندنا مشكله، اول شيء انه الدستور اللبناني ناصص على منع التوتين، ونحن بدنا حق رجعه الفلسطينيه على بلادهم، والفلسطينيه يرفض التوتين. عندنا مشكله ثانيه، عندنا مشكله اليوم وجود 1.5 مليون ليش سوري بلبنان. دكتوره، الا تعتقدي ان الحرمان بعدم تمكين الطبيب أو المهندس أو الممرض الفلسطيني من القيام بعمله الذي ينال عليه الشهادة الرسمية المعترف بها من جامعات لبنانية لا يمكنه العمل في لبنان، ألا تعتقد أن ذلك يزيد من معاناته؟ أكيد بيزيد من معاناته، وهذه القصة نحن عشناها. أنا زوجي كان مسؤول بوزارة التربية عن المعادلات والكولوكيوم والمهندسين، وكانت هيدي المشكلة بالأول ما كان الفلسطيني اللي متخصص طبيب أو مهندس يقدر يفوت على امتحانات الكولوكيوم. هلأ اشتغل حتى مجرد التقديم إلى دكتور عماد الأمين زوجي. صحيح. يعني وكل القيادات الفلسطينية بتعرف أنه حل، وهذا أنه صار في حل، وهذا يعترف له بهذا الموضوع لهذه المسألة، وخصوصا مع الدكتور فتحي عرفات الله يرحمه رئيس جمعية الأحمر الفلسطيني. ايه، فصار في حل لهذه المسألة. بقت المسألة الأخرى اللي هي عدم عمل الطبيب أو الصيدلي أو هلأ إذا أجيت أنا لرأيي الشخصي كعربيه كلبنانية عربية، القضية الفلسطينية قضيتي أنا وقضية كل مواطن لبناني بيحمل نفس العاطفة ونفس الشعور لفلسطين، بقول لك لا، هيدا خلق هون على الأرض اللبنانية هيدا الفلسطيني، وعاش هون هيدا الفلسطيني، يعني تربى مثله مثل اللبناني، وما في بيميزه عن اللبناني إلا هيدا حامل هوية لبناني وهيدا حامل هوية فلسطينية. لا، وقاعد هون حقه يشتغل، حقه يشتغل مثله مثل اللبناني. إن شاء الله هيدا الأوانين بنتأمل نحن، لأنه في سعي وراها إنه يسمحوا للطبيب وللمهندس وللصيدلي إنه يشتغل. إن شاء الله قضية العمل الفلسطيني بتنحل بسرعة، لأنه الرئيس فخامة الرئيس، يعني أنتوا كلكم عم تسمعوا خطاباته بالمحافل الدولية، ورئيسنا بكل شجاعة حكي وبكل ضمير، كمان في ضمير منه، وحكي كقائد عسكري هو كان قائد يعني يعرف مدى عقيدته العسكرية اللي هي فيها عداء مطلق بإسرائيل، ولأنه حارب هو على الحدود كمان مع إسرائيل. الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله بتنحل هالقضايا. دكتورة، في العودة إلى حقوق المرأة، هناك قانون في لبنان يساوي بين المرأة والرجل باستثناء حرمان المرأة اللبنانية من منح الجنسية إلى أولادها، وهناك مشروع قانون في الأدراج أو في الملفات للمجلس النيابي من أجل أن تمنح المرأة اللبنانية هذا الحق باستثناء المتزوجة من فلسطيني أو سوري. كيف تعملون على المساواة بين جميع النساء اللبنانيات المتزوجات من أجانب، خاصة أن الإحصائية أظهرت، الإحصائية الرسمية اللبنانية، أن هناك الحالات لا تزيد عن 3300 زواج لبنانية من فلسطين. منا نكتار صحيح. هلأ أنا كترشحت للانتخابات ببيروت، كان يمكن أول بند ببرنامج الانتخابي هو همي الشباب والمرأة، وخصوصاً قضية الجنسية لأطفال المرأة المتزوجة من عربي أو أجنبي. اليوم نحن سمعنا البعض بيقول أنه لا، رح نسمح بإعطاء الجنسية للمرأة ما عدا السورية والفلسطينية. أنا هون بوقف قدام هذا القرار وبقول كامرأة وكأم وكزوجي وكأخت، إنه اليوم الامرأة هي اللي عم بتربي هذا الطفل،
المرأة اللبنانية المتزوجة من فلسطيني أو سوري، هي اللي ربت هذا الطفل. هذا الطفل ربي على عاداتها، على قيمها، على محيط بمحيطها، فربي لبناني، يعني ربي ونشأ كلبناني، لأنه الأم هي اللي بتغرس كل شيء بنفسية هذا الطفل وبمسار هذا الطفل. فليش بدنا نحرمه نحن من الجنسية إذا كان الزوج سوري أو فلسطيني؟ هلأ ما بعرف ليش الهدف منا أنه التوطين وما التوطين. طيب معليش، يعني يسمحوا لنا الدولة كلها مع عودة الفلسطينيين، والفلسطيني هو رفض التوطين أيضا، والفلسطيني عم يسعى بعده قاعد بلبنان وبيتكلم لغته وعاداته وقيمه وبيتعلمها وما بيعترف بدولة إلا بدولة فلسطين. يعني قاعد بلبنان وبيقول لك لا أنا بلبنان ضيف زائر، أنا وطني فلسطين، هو ابن 7 سنين و9 سنين. فإذا ليش أنا بدي أحترم هالأم اللبنانية اللي تجوزت فلسطيني من أنها تعطي الجنسية لأولادها؟ طيب ما دول العالم كلها هيك. طيب خلينا نتعامل نحن مع كل مثل ما هالدول قانون الدولة ماشي خليك يكون، يعني ما يكون في زيد وعمر على نفس بنفس القانون. يعني لا أنا مع إعطاء الجنسية للكل. سننتقل إلى المفصل القاضي الذي أصدر أحكاما أنصفت الكثيرين وأنزلت العقاب بالمذنبين. كرئيسة اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وهي التي تضم كافة مكونات المجتمع اللبناني وترأسها كريمة فخامة رئيس الجمهورية السيدة كلودين عون، أين أنتم كموقف قانوني وموقف اجتماعي من هذا الملف؟ في العديد من الملفات هناك مساواة بين المرأة والرجل في لبنان، ولكن هذا القانون أجاز للأب بأن يكون ابنه يحمل الجنسية اللبنانية، واستثنى الأم المتزوجة من أجنبي من أن لا تمنح الجنسية اللبنانية. بجيبك على كل هالأشياء وبصراحة بصراحة أنا ما بحكي إلا بصراحة. تفضل. أوكي، بدي أقول إن إحنا مشكلتنا بلبنان وينين الأحوال الشخصية هاللي كلها ظالمة بحق المرأة، وبتعطي الولاية القانونية للأب، بتعتبر المرأة أسرة، هي حكمين بحاجة لرعاية جوزها. حسيك شوي شوي عم نعدل أو عم نغير، عم نلغي القوانين المشفة بحق المرأة، ونقلرات بعهد فخامة الرئيس راح نوصل له حسو مقتنع بالمساواة بين كامة تامة بين المرأة والرجال، وعم بيشجع دخول المرأة مش بس لسوق العمل حس دخلت، عم بشجعها السياسي تدخل عالم السياسي لحتى هي والرجال بالمشاركة يبنوا دولة وتشارك بكل شيء. هلا بالنسبة للجنسية، نحن عملنا مشروع قانون وقدمناه بيسمح للمرأة اللبنانية مجوزة أجنبي شو ما كان جنسيته تعطي الجنسية لأولادها دون استثناء. بعدين شو بيصير مسنوبة ما بعرف، بس نحن هيك قدمنا حيث الاتفاقية الدولية بتلزمنا بهالشيء، أوكي؟ وحماية للمرأة ولحقوق المرأة. وبعدين بالنسبة لجوزها نعطي إقامة دائمة من دون معاملة مرة على طول نرتاح. فخامة رئيس الجمهورية له الحق بمنح الجنسية وإصدار القرارات العفو الخاص. مزبوط. ما هي المعايير التي تتم على أساسها منح هذه الجنسية؟ وبكون قدم شيء للبنان لأن نشكره. هلي أو تكون في ظلم، راح أقول لك شغلة. ست كلودين عم تشتغل بشكل جنون بعدالة تامة أو بضمير تام لإنصاف كتير نسوان بلبنان، حيث عم تبعت لي إياهم. كل مرة عندها مجوزة وعندها أولاد وعندها مشكلة من مع جوزها لأي سبب كان، عم بتصفي الملفات عندي لندخل على الخط وننصف المرة كلها ملفات. بقى إجيها كتير ملفات بهالسنتين وقت ما بلشنا نحنا، في إجحاف بحق المرأة اللبنانية المجوزة أجنبي بالنسبة لأولادها، دخلت على الخط مع والدها وطالبت إنه يعطوا جنسية لبنانية لنرفع الظلم عن كتير عيال، ونحنا بدنا توحيد العيال والأم اللبنانية تعطي جنسية لأولادها. هيدا قرارنا النهائي معالي الوزير جبران باسيل بين برنامج العمل
اللي أعلن عنه وقانون الجنسية اللي بيكون عادل تجاه المرأة. إلكم الحق تشتغلوا بالبلاد العربية؟ طبيعي بالدول العربية بكافة الدول العربية للفلسطيني ما عدا لبنان وكافة المواصفات والمتطلبات والحقوق باثناء الانتخاب والترشح وهذا ما لا يريده الفلسطيني الا في فلسطين. اخت امل كيف تعملون على التواصل بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والصامدين داخل الاراضي الفلسطينيه من خلال البرامج المشتركه؟ اكيد هناك برامج مشتركه بيننا وبين الداخل، دائما في وفود، في زيارات بيكون في وفود، في عندنا بعض البرامج اللي هي مشتركه بالداخل وفي الشتات وخاصه هون في لبنان. بعض القضايا اللي احنا دائما بننظر لها اللي هي قديش احنا نحاول نسلط الضوء على القضيه الفلسطينيه، قديش يضلوا متمسكين بحق العوده، وهذا اللي عم بنحاول انه لا توطين ولا تهجير، يعني التوطين خطير واحنا ما بنرضى فيه، والتهجير كمان اخطر لانه شبابنا عم بتروح، وشفنا احنا بالاونه الاخيره الشباب من كثر الضغط والاحباط انه هي مستعده تموت. تخيل يعني انا بقول لك انا بدي اموت بالبحر بس ما بديش اضلني انا هون لاني انا هذا الواقع ما عاد اقدر اتحمله. يعني عم بتشوف الشباب واقفين بالشارع، طب هذا هاي الشريحه قديش عم بتنجر على يمكن متطرفين وقضايا لا اخلاقيه، يعني عم بتودينا للهاوي. اذا بدنا نحكي احنا عندنا كثير من المؤسسات اللي هي عم تشتغل على تدعيم الدراسي على العمل، يعني او المحافظه وحمايه الاطفال من العماله ومن التسرب المدرسي، عندنا الشباب والرياضه، عندنا الكشاف، وهي كلياتها عم بيصير في تنسيق ما بيننا وبين الداخل. عندنا الرياضه شيء رائع جدا اللي عم بينشغل، عندنا برامج لاتحاد العام للمراه الفلسطينيه واللي هي برامج طبعا بتعنى وتهتم بالمراه الفلسطينيه وبالطفل. عندنا من ضمن البرامج اللي يمكن انا اللي اشتغلت فيها اللي هو تمكين المراه بالحياه السياسيه والحياه العامه، وقرار 1325 واللي عم بيصير فيه عمل عليه وعلى وتوعي للنساء الفلسطينيات من اجل تمثيلهن وانهن يكونوا طبعا بصنع القرار، يعني مشاركتهم في صنع القرار، لانه احنا بنعرف المراه الفلسطينيه جنبا الى جنب بالمشاركه بالنضال. فمن هون احنا كثير مهم اننا دائما نشتغل على تعزيز قدراتها ومهاراتها من اجل انها تكون فعلا صاحبة قرار وانه تكون مشاركتها فاعلة. يعني احنا ما بدنا ارقام مجرد انه عدد، انه لا والله احنا في كوتا او في، لا احنا بدنا كمان هاي المرأة تكون فاعلة في هذا المجتمع حتى فعلا يكون دورها، لانه بالنهاية دورها ودور الرجل معا. قضيتنا من البداية من 1920 حتى من الانتداب البريطاني كان دور للمرأة، بثورة البراق كان في دور للمرأة، بثورة في كل مراحل في كل المراحل النضال كان في لها دور ولا زالت لغاية الآن دورها. يعني عندنا تمثيل الحمد لله، يعني بنقول كثير منيح تمثيلنا إن كان بالسلطة ولا بمنظمة التحرير ولا بالفصائل عم بيكون رائع جدا. من قبل فترة المشروع التمكين المرأة اللي أنا اشتغلت فيه اللي هو تمثيل المرأة كان باللجان الشعبية، لقينا أنه في مشكلة، كان في عندنا بس 6 نساء ممثلات باللجان الشعبية، فتم العمل على مشاركة المرأة باللجان الشعبية لازم تكون موجودة وفاعلة. لو وصلنا لأنه 48 امرأة بال 2014 لغاية أنا ما كنت مستلمي المشروع، فبالعكس صار في دورات للنساء حتى يكونوا فاعلات، دورات طبعا، وعم نشتغل على مناهضة العنف ضد المرأة، وهذا من المشاريع الأساسية اللي احنا عم نشتغل عليه، لأنه احنا بنعرف مجتمعنا الذكوري دائما بنحاول اننا نوعي هاي المرأة على حقوقها، شو هو واجباتها كمان بالمقابل. مهم جدا انه نسائنا يكونوا واعيات، والحمد لله يعني احنا عم بنشوف شريحه من النساء فعلا انه هي صار يعني اصبحت حتى بتمكين المراه بالحياه الاقتصاديه اشتغلنا عليه، لانه كثير مهم انه المراه تكون شريكه للرجل تعينه بهذا الواقع، بظل هذا الواقع بالمخيمات. فاحنا الاتحاد العام للمراه الفلسطينيه اشتغلنا على مشروع تمكين النساء بالحياه الاقتصاديه، انعطى قروض لهي النساء من داخل فلسطين لحد يعني تدريب حول كيفيه اعداد المشروع، يعني اي امراه اذا بدها تفتح مشروع كيف لازم تعد هذا المشروع حتى ينجح، متابعتهم حتى يعني مش مجرد انه انا امنت لها القرض
وعملت لها مشروع ودربتها كمان برضو متابعة فيما بعد لحتى نشوف إنه وين الصعوبات اللي واجهتها، إحنا حتى نتدرب منها نتعلم منها حتى نقدر بالمستقبل يعني نعلم الآخرين. فعندنا العديد من البرامج فعلا، إحنا بنقول في عندنا الهلال الأحمر اللي هو للاستشفاء، وهو من طبعا المؤسسات اللي هي فعلا بتساعد الشعب الفلسطيني. عندنا في عندنا قسم الكلى واللي هو كتير مهم جدا وساعد كتير العديد من المرضى اللي عندهم فشل كلوي، وحاليا عم بيتجهز طبعا قسم للقلب يعني لقسطرة للتمييل، وان شاء الله راح يكون كمان متأملين يعني انا هذا اللي المعلومات اللي عندي انه متأملين انه كمان يصير في للعمليات القلب المفتوح وكل اختصاص القلب. طبعا يعني كل هاي البرامج اكيد اللي عم بيدعمها الرئيس وبيدعمها السلطه ومنظمه التحرير كلها عم تحاول تخفف من هاي هذا العبء بداخل المخيمات، ولكن هو الواقع لا واقع أليم، واقع صعب، واقع صعب جدا. فاحنا برضو انا بالعمل الاجتماعي الساعه بنحاول نقوم بتوعيه حول مخاطر المخدرات، حول العديد من القضايا الصحيه التربويه حتى السياسيه، واحنا بنعرف انه بهذا بظل هذا الواقع ترامب عم بيحاول انه يقول انه خلص يعني انهينا القضيه الفلسطينيه. لا، القضيه الفلسطينيه طالما انه في امراه مقدسيه عم بتدافع عن القدس فمعناها ترامب لا ترامب ولا قراره هو راح يمشي مصر. بالنهايه احنا عم بنشوف الواقع بفلسطين، عم بنشوف النساء المقدسيات كيف عم بيدافعوا عن الاقصى بصدورهن العاري. النساء هن شركات الرجال في الدفاع عن القضيه الفلسطينيه. اخت امل شكرا على هذه المداخله وهذا الحوار في هذه الحلقه. المنتجه رئيس القاضيه أدلت جريسات شكرا على مشاركتي، والدكتورة سارة أمين شكرا على مشاركتك في هذه الحلقة، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على أمل اللقاء بالأسبوع المقبل مع تحية هيثم زعيتر وفريق إعداد برنامج من بيروت بأمل الله.